حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المستشار نواف حمزة، رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المدير التنفيذي لانتخابات عام 2018. سعادة المستشار مساء الخير. طبعا مساء أمس انتهت فترة تلقي طلبات المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018. ما هي قراءتك سعادة المستشار للأعداد الكبيرة من الطلبات التي تم تقديمها خلال الأيام الخمسة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مسيكم بالخير. حقيقة نفس ما تفضلت، أمس تم الانتهاء من فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بفضل من الله سبحانه وتعالى. الطلبات والإقبال كان كبير، عندنا 346 طلب بالنسبة لانتخابات المجلس النيابي و160 طلب بالنسبة للمجلس البلدي. طبعا هذا الرقم اللي وصلنا بالنسبة حق الطلبات فيما يتعلق بالمجلس النيابي هو الطلب أو الرقم الأكبر من خلال جميع العمليات الانتخابية هذه السنة. 346 هو الرقم الأكبر في هذه الانتخابات السابقة، وطبعا هذه مؤشر أن احنا بفضل من الله سبحانه وتعالى في كل عملية انتخابية نجد ونلمس فيها وعي أكثر، سواء بالنسبة حق الناخب أو بالنسبة حق المرشح. واللي دلل على هذا الكلام طبعا هذه الأرقام، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل قيادتنا الرشيدة فيما يتعلق بإرساء دعائم هذا المشروع اللي تم دعمه بفضل من الله سبحانه وتعالى بوعي في هذه المرحلة اللي احنا فيها. نعم سعادة المستشار، يعني ستتواجد اليوم اللجان الإشرافية وستفتح أبوابها أيضا لعرض كشوف المترشحين للانتخابات وأيضا تلقي طلبات الطعون بالنسبة للمترشحين. هل تطلعنا أكثر على هذه المرحلة أو مجموعة المراحل التي تلي عرض الكشوفات للمترشحين؟ نعم، هو نفس ما تعرفين طبعا تم عرض أو تم تلقي الطلبات خلال خمسة أيام حسب ما هو منصوص عليه في الأمر الملكي السامي بالنسبة للانتخابات النيابية، وأيضا فترة الخمسة أيام ذاتها، وذلك فيما يتعلق أيضا بالانتخابات البلدية. طبعا هذه المرحلة اللي احنا فيها مرحلة عرض كشوف المرشحين، وذلك من خلال اللجان الإشرافية الأربع الموزعة على المحافظات الأربع. نعم. وبالنسبة للمجلس البلدي أيضا سوف تعرض كشوف المرشحين في المجالس البلدية، طبعا اللي يكون اسمه موجود في الكشف يأخذ المركز القانوني، بيكتسب المركز القانوني للمرشح بصفة رسمية. وعندنا في هذه الفترة أيضا من الممكن للشخص الذي لم يجد اسمه في هذا الكشف وقدم طلب الترشح سواء بالنسبة للمجلس النيابي أو المجالس البلدية أن يعترض على ذلك الأمر أمام اللجنة الإشرافية ذاتها خلال ثلاثة أيام، واللي هي المدة المنصوص عليها قانونا مدة عرض هذه الكشوف. اللجنة الإشرافية تفصل في هذا الموضوع أيضا خلال ثلاثة أيام، إذا لم ترد على الطلب يكون ذلك بمثابة رفض ضمني، وفي هالحالة يجوز لمن لم يجد اسمه سواء كان يعني بالطلب الضمني أو رفض ضمني أو الصريح، بما معناه أنه هو يتقدم بالطعن أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال ثلاثة أيام من علمه. وفي هذه الحالة تفصل المحكمة في هذا الطعن بحكم نهائي غير قابل للطعن، وتكون جداول المرشحين النهائية في 7 نوفمبر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم سعادة المستشار نواف حمزة، رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المدير التنفيذي لانتخابات 2018، شكرا جزيلا لك.